استراتيجية غزلات دجلة لبعد تأهل لدوري أبطال أفريقيا؟ احنا دلوقتي بنركز في كنجز ازاي كفتنس، لان دلوقتي احنا هنلعب افارقه، فمعروف طبعا ان هم طوال وناس اجسام بالظبط. فبس هو الجسم ما هياش كل حاجه، وبرده تاكتكس والكلام ده ممكن ينفع معانا، ويعني احنا عندنا برده ناس كويسه جدا. طيب بعد التأهل الأفريقي، إيه الأمر اللي فكرت فيه لعبات دجلة؟ إن احنا نكسبها ويبقى شكلنا كمان حلو. تابعتي بطولة اليورو السيدات؟ اه. أوكي، إيه رأيك في التنظيم ومستوى اللعبات؟ لا، هو التنظيم كان كويس جدا، ومستوى اللعبات يعني لا، في حتة تانية. طبعا شايفة إنه ممكن هيجي يوم على القارة السمراء تبقى مستوى اللعبات بتاعتها بمستوى مثلا؟ ممكن، بس هو لسه بدري. هي الفكرة ان هما مثلا ممكن نبتدي ازاي، يجيبوا مثلا ستاف من بره ويدخلوا بقى الناس الاجانب جوه الدوري، عشان الناس تبتدي بقى تتعلم من الناس بالظبط. اوكي طيب، شايفة الاهتمام بكرة القدم النسائية في مصر ازاي ومحتاج ايه؟ هو دلوقتي بقى سنة احسن، بقى في شوية ميديا اكتر، وفي لعبات كتير، وفي نوادي تانية، وفي اكاديميز طالعة، ومفروض في نادي الزمالك والاهلي هيعملوا اكاديمي وفرقه في الدوري، فدي حاجه كويسه، بس ستيل محتاجين لعيبه كتيره وتبقى كويسه. لعيبتك المفضله مين؟ جيرالي. طب ايه هي تمنياتك للمرحله المقبله، سواء لنادي وادي دجله او كشخصي كشخصك يعني؟ هو انا كشخص طبعا مثلا اجيب جوان اكتر، واعرف اساعد الفرقه اكتر، وطبعا كفرقه ان احنا نكسب البطوله، احنا مش بعاد خالص، وان احنا كويسين وفي كيمستري بينا. باذن الله يا رب التمنيات ليكي يا رب. حبيبي.